هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على توكيله يصلي بالناس. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ترى ما صلى مأموما خلف أحد إلا خلف اثنين، أبو بكر ومن الثاني؟ هاي ولدي، لا أبو بكر خلصنا من الثاني، منه عبد الرحمن بن عوف. هذا لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أبي بكر وعمر وبعض الصحابة وتأخر عن الرجوع إلى المسجد، غاب في حاجة يعني من حاجات المسلمين، فقال بلال يعني جاء الوقت نقيم الصلاة وتأخروا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك يعني، فأقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. فلما انتهت الصلاة والتفتوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بركعة أو ركعتين قد فاتته من الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف وراء هذا الرجل بس اللي هو أبو بكر، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يصلي بالناس إلا أبو بكر، وذلك عند مرضه عليه الصلاة والسلام صار يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر، وأبو بكر يصلي بالناس. ولما صلى بهم يوما عمر بدل أبي بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا 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 يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، لا يصلي بهم إلا أنت يا أبا بكر. شوف هالعظمة عند هالرجل، غريب كيف وصل أبو بكر يا جماعة إلى هذه المرحلة العالية وهذه المنزلة الكبيرة.